جميعنا يرغب في الظهور بمظهر أنيق ونبذل قصارى جهدنا لتعلم صراعات الموضة لمواكبة ما يستجد عليها مع بقية العالم، ولكن إلى جانب ذلك يجب الانتباه إلى الاتجاهات غير المواكبة للموضة والتي من شأن ارتدائها أن يفسد مظهرك. إليك قائمة بما يجب عليك الانتباه إليه لتحافظي على وقتك ومظهرك الأنيق. 1- الجاكيتات والمعاطف مع فرو اللامة. لطالما كان عنصر الملابس هذا من الموضة لفترة طويلة، ولكن ارتداءه الآن يعرضك لخطر الخروج عن الموضة. يبدو هذا النوع من الفرو رخيصاً ومبهرجاً، إلى جانب ذلك من الصعب الدمج بينه وبين الملابس الأخرى، مما يجعل هذه الجاكيتات والمعاطف غير عملية إلى حد كبير. لذا يفضل اختيار الملابس الكلاسيكية مثل المعاطف الخفيفة أو المعاطف الصوفية أو الجاكيتات الجلدية. 2- جوارب شبكة الصيد. حسناً يا سيدات، دعونا نتفق على شيء واحد مرة واحدة وإلى الأبد. جوارب شبكة الصيد تبدو قديمة وغير عصرية وغير ملائمة في جميع الحالات، إلا إذا كنت عالقة في جزيرة مهجورة وتحتاجين إلى شيء لاستخدامه في صيد السمك. ولكن هناك اتجاه حديث لارتدائها تحت بنطال الجينز الممزق وسحبها للأعلى بما يكفي لجعلها ظاهرة. ولكن لحسن الحظ حان الوقت لنسيانها والعودة إلى الجوارب الطويلة التقليدية الأحادية اللون. 3- ملابس السباحة مع الأربطة. ربما لاحظت خلال المواسم السابقة مدى تنوع أزياء الشاطئ وجرأتها، فلم يقتصر ارتداء السيدات المطلعات على الموضة على الأربطة المعقدة، بل ارتدينا ما هو لامع أيضاً. وعلى الرغم من أن هذا النوع من الملابس يبدو رائعاً خاصة على البشرة السمراء، إلا أن الموضة قد تغيرت. تعتمد القاعدة الحالية على عدم لفت الأنظار، لذا عليك البحث الآن عن ملابس السباحة البسيطة ذات الألوان السادة دون أي عناصر زخرفية. 4- شورتات الجينز الممزقة. قد يعجبك هذا النوع من الشورتات وتعتقدين بأنه الخيار الأمثل لفصل الصيف، ولكن الحقيقة تقول بأن تلك الشورتات الممزقة لن تجعلك أنيقة بعد الآن، وينطبق الأمر ذاته على الشورتات المزخرفة التي بها لمعان أو شيء من هذا القبيل، فلقد ولت أيامها. إذا كنت ترغبين بارتداء شيء عصري أكثر، فارتدي شورتاً فضفاضاً مصنوعاً من قماش قطني بلون واحد مع الحد الأدنى من الزينة. 5- الفساتين الضيقة. لم يعد تسليط الضوء على منحنيات الجسم من الموضة، ولذا من الأفضل أن نقول وداعاً لهذا النوع من الفساتين. إلى جانب ذلك، الفساتين الضيقة غير مريحة لأنها عادة ما تكون مصنوعة من القماش السميك الذي يقيد حركتك وحتى تنفسك في بعض الأحيان. لذا إن كنت ترغبين بارتداء شيء يبرز أنوثتك، فعليك بالفساتين الفضفاضة غير الرسمية والمصنوعة من قماش طبيعي. قومي فقط بوضع حزام حول خصرك وسيكون لديك لباس مريح وجذاب. 6- حقائب الظهر وحقائب الخصر. عندما يتعلق الأمر بالإكسسوارات، فلا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أن حقائب الظهر والخصر كانتا على رأس قائمة الموضة لفترة طويلة. فهذا النوع من الحقائب مريح حقاً ويمنحك مظهراً لطيفاً، ولكن للأسف سرعان ما أصبحتا من الموضة القديمة لتعود من جديد الحقائب الكلاسيكية. كما ويمكن لحقائب اليد اللامعة إطفاء الحياة على أي لباس. 7- القلائد الخانقة. أعلم أن ارتداء هذا النوع من القلائد يشعرك بالغثيان، كما أن ارتداءها يسلط الضوء على جمال العنق وهي ملائمة لكل شيء تقريباً، ولكن من الأفضل الابتعاد عنها. في المرة القادمة التي تذهبين بها لشراء القلائد، عليك الانتباه إلى السلاسل الذهبية أو الفضية الجميلة أو الأوشحة الحريرية اللطيفة، أو يمكنك استعارة عقد من اللؤلؤ من جدتك، نظراً لأن اللؤلؤ قد عاد إلى الموضة من جديد. 8- البلوزات مكشوفة الكتفين. يبدو هذا النوع من البلوزات مغرياً جداً، خاصة مع القلائد الخانقة، ولكنه قد اختفى تقريباً من تصاميم مصممي الأزياء الأكثر شهرة. فإذا كنت ترغبين الآن بإبراز خط العنق وعظمة الترقوة، فعليك التوجه لارتداء البلوزات بعنق بشكل الرقم 7. يمكنك أيضاً استخدام المزيد من العناصر العصرية المصنوعة من الأقمشة الشفافة لإظهار كتفيك. 9- الملابس المرقوعة المرفقين. كانت الجاكيتات والكنزات ذات القبة مع هذا النوع من الزينة رائجة جداً قبل بضعة سنوات،
ولكن لنكن واقعيين، لا يمنحك هذا النوع من الملابس مظهراً أفضل، بل يجعلك تبدين فوضوية. لذا اتركي هذا النوع من الملابس في المنزل واستبدليه بشيء آخر مثل الجاكيتات الكلاسيكية والكنزات غير المرقوعة، وستحصلين على مظهر أكثر جمالاً. 10. البناطيل الجلدية. أراهن بأنك تشعرين بأنك نجمة موسيقية في كل مرة ترتدين بها هذا النوع من البناطيل، ولكن إذا كنت من المعجبين بها فعلى الأرجح تعلمين كيف تفوح رائحة عرق الساقين عند ارتدائها. لحسن الحظ أصبحت البناطيل الجلدية أخيراً من الموضة القديمة، ويمكنك الآن وضعها في أبعد زاوية في خزانتك دون الشعور بالندم. جربي استبدال هذه البناطيل ببنطال جينز أسود اللون، يمنحك التأثير النحيف ذاته. 11. الجينز الضيق، وهو شيء تحتاج إلى تجنبه بأي ثمن، أليس كذلك؟ معظم مصممي الأزياء يذهبون إلى ما يسمى بنطلون الجينز المميز والمرتفع. لم يعد المصممون ورواد الموضة يعتقدون بأن عليك ارتداء الجينز الضيق لمواكبة الموضة، فبصراحة هذا النوع من الملابس غير ملائم للجميع، فقد تبدين غير جميلة ويبرز عيوب جسدك، وذلك وفقاً لشكل جسمك، وهذا شيء ترغبين بتجنبه مهما كلف الأمر، صحيح؟ أما الآن فيتجه مصممو الأزياء إلى ما يسمى مام جينز، وهو جينز واسع ذو خصر عالي. 12. التطريز. يمكنك العثور على التطريز كعنصر زينة في كل مكان، فتجديه على القمصان والسترات والتنانير والفساتين. لقد كان خياراً مفيداً حقاً لمن يرغبن بإطفاء الحياة على الملابس العادية، لكن قطع الملابس المطرزة لم تعد عصرية الآن. أعتقد أنه قد حان الوقت للبحث عن طرق أخرى لجعل ملابسك أكثر حيوية، فعلى سبيل المثال يمكنك اختيار لون ساطع أو قصات غير عادية. 13. المبالغة بطبعة جلد النمر. حققت هذه الطبعة عودة ناجحة إلى حد ما، ولكن بلغ البعض بارتدائها، فقمنا بارتدائها بتنانير طويلة ومعاطف من الفراء وبناطيل ضيقة. لارتداء طبعة جلد النمر بطريقة صحيحة يجب ألا تنسي أن من الأفضل أن تجعليها تفصيلاً مشرقاً في ملابسك بدلاً من جعلها جزءاً رئيسياً منه. حاول ارتداء عناصراً صغيرة بهذه الطبعة مثل الوشاح أو حقيبة اليد أو الحذاء الرياضي، فقط تجنب ارتداءها معاً مرة واحدة. 14. الأنماط الزهرية. لا يزال هذا النوع من طبعات الأقمشة في كل مكان، من الملابس الداخلية إلى تلك الخارجية. تبدو الملابس ذات الطبعات الوردية رائعة حقاً وتلائم معظم الناس، ولكن ارتداء ملابس كهذه قد يبدو مجرد خطأً في الموضة، لأن معظم المصممين المشهورين يرفضون إدراج جميع الأنماط الوردية في معظم مجموعاتهم الحديثة. هناك العديد من أنواع الأقمشة والتصاميم والألوان غير العادية، لذلك أمامك الكثير من الخيارات، لا تخافي من التجربة. 15. المعطف بشكل فستان والملابس الضيقة. لهذه المعاطف مزاياها الخاصة، لأنها تسلط الضوء على الخصر مما يجعل الزي رائعاً حقاً، ولكن المشكلة بأنها في الغالب تبدو ملائمة للفتيات الرشيقات، وتبدو غريبة بعض الشيء مع التنانير أو الفساتين. من الآن فصاعداً أصبحت المعاطف الضيقة أو أي ملابس خارجية ضيقة قديمة بشكل عام، لذا سيكون من المفضل أكثر ارتداء التصاميم المستقيمة أو الكبيرة الحجم، لأنه من السهل الدمج بينها وبين التنانير وبناطيل الجينز والفساتين. 16. الوشاح. إن كان في خزانتك هذا العنصر من الملابس فأنت تعلمين جيداً كم هو مريح، إنه مثالي في الأجواء الباردة. فضلاً عن ذلك الأوشحة تضفي مظهراً فريداً على الملابس، ولكن من الأفضل التخلي عن هذا العنصر لاعتقاد مصممي الأزياء بعدم ملائمة الأوشحة عندما يتعلق الأمر بنسب الجسم، حيث تجعل شكل الجسم أكبر وتخفي الخصر حتى لو قمت بارتدائها مع حزام. على أي حال ارتداء بدلة ملائمة وبنطال ذو خصر عال وجاكيت ذو صدر مزدوج يعتبر عصرياً أكثر. 17. الأوشحة الكبيرة الحجم. هي لا تحمي عنقك من الريح والبرد فقط، بل تحمي الكتفين أيضاً. إذاً قد تتساءلين ما مشكلتها؟ المشكلة هي أنها عادة ما تشوه نسب الجسم الطبيعية، فيبدو الجزء العلوي من جسمك ضخماً خاصة إذا كنت ترتدين بنطالاً أو تنورة ضيقة. هناك طرق أخرى للبقاء دافئة والحفاظ على مظهر أنيق، فعلى سبيل المثال جرب ارتداء سترة برقبة ضيقة.
18، البناطيل ذات السحاب الخلفية. تحب الكثير من النساء هذا النوع من البناطيل بفضل تصميمها المميز وتركيزها على الوركين. تبدو هذه البناطيل بمظهر مثير حقاً، لكنها بلا شك بعيدة كل البعد عن أن تكون مريحة. إلى جانب ذلك، أصبحت هذه الموضة رائجة سريعاً وفقدت شهرتها بسرعة كذلك، كما وتعتبر هذه البناطيل غير ملائمة لبعض المواقف. لذا عليك العودة إلى بناطيل الجينز الكلاسيكية التي تتيح لك ملاحظة ما إذا كانت هناك مشكلة ما في سحابك. 19، النظارات العاكسة. كم كانت هذه النظارات رائجة لعدة مواسم، الجميع قاموا باقتنائها أو أرادوا ذلك. إذا كنت من المجموعة الثانية، فمن الأفضل أن تقومي بتحديث قائمة أمنياتك، لأنها لم تعد على قائمة الموضة الحديثة. عليك أن تجربي بدلاً من ذلك النظارات ذات الأشكال الهندسية الداكنة، كما تعتبر النظارات الشمسية ذات الشريط العلوي رائجة أيضاً في الوقت الحالي. ولكن لا تغفلي ضرورة ملائمة نوع النظارات لشكل وجهك. وإذا كنت في حالة شك، فعليك اختيار النظارات السوداء البسيطة لأنها كلاسيكية خالدة. 20، تنانير الجرس. إنها جميلة وتجعلك تشعرين وكأنك أميرة حقيقية، ولكن هذه الموضة فقدت مكانتها اليوم، فالرائج الآن هي التصاميم الانسيابية. يمكنك اختيار تنورة قلم الرصاص الضيقة أو تنورة واسعة بحاشية متفاوتة. أما مجموعة العناصر التي يمكنك دمجها معاً فلا حصر لها، كالبلوزة مكشوفة البطن والبلوزات العادية والكنزات الصوفية وما إلى ذلك. والآن حان وقت الاعتراف، أي هذه العناصر موجود في خزانتك؟ أخبرينا بذلك في التعليقات أدناه. وإذا كنت تعلمت شيئاً جديداً فاضغطي على زر الإعجاب وشاركي الفيديو مع صديقاتك. لكن مهلاً، لا تذهبي بعيداً، فلدينا أكثر من 2000 من الفيديوهات الرائعة التي يمكنك مشاهدتها. كل ما عليك فعله هو اختيار الفيديو الأيمن أو الأيسر والنقر عليه لتستمتعي بمشاهدته. وابقي في الجانب المشرق من الحياة.